السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم قناتي وصفات ضحى العراق دوها كوك. تعالوا نسوي وجبة للعشاء، بورق باللحم، وصفة جدا سهلة وسريعة، وأيضا نقدر نخلي من عندها للتفريزات، تنفعنا بأي وقت نكون به مستعجلين، ويكون طعمها جدا لذيذ. دوسونا لايك واشتراك وتابعوا بالتفاصيل الطريقة والمقادير. نبدأ بسم الله. راح أبدأ أول شيء أحضر الحشوة. عندي لحم مفروم، راح أقلبه بملعقتين من الزيت حتى يتغير لونه، وعلى نار عالية استمر بالتقليب عليه بكل الجهات حتى يتغير لونه. بورق باللحم وصفة جدا سهلة وسريعة، وأيضا بقت كمية من عندها للتفريز، ممكن استخدمها بأي وقت. راح أضيف بصلة كبيرة مفرومة على اللحم، وأيضا راح أقلبها إلى أن تذبل يتغير لونها. راح أضيف ملعقة واحدة من بهارات الكمون، تقدرون تضيفون أي بهارات أنت تحبوها، لكن حبيت هاي طعمها بهارات الكمون جدا طعمها لذيذ. طبعا ما اشتريتها جاهزة، اشتريتها يعني تكون وزن، حسيت طعمها يكون أطيب من النوعيات الجاهزة. هنا أضفت ملح، كمية الملح حسب رغبتكم، وراح أضيف أيضا بابريكا، البابريكا الحلوة تنطي طعم ايضا لذيذ. وخلاص ما راح اضيف اي شيء بعد على الحشوة. وبعد ما استوت عندي راح اخليها على جهة، او راح اضيف عليها الكرفس المفروم. تقدرون تضيفون باقة من الكرفس او المعدنوس. فرمتها ناعم، وهنا راح اخلطها واخليها تبرد على جهة. صارت حشوتنا جاهزة. وصفة تقدرون تجربوها للعشاء، أو نقدر نسويها بأوقات فراغنا ونخليها تكون عندنا بالتفريز. بأي وقت نكون مستعجلين أو ما عندنا وقت نقدر نستخدمها، وتكون عندنا اختصار للوقت. الحشوة صارت عندي جاهزة، وراح أستخدم العجينة المثلثات، عجينة الفيلو، الرقائق الجاهزة، وراح أبدأ ألفها بهاي الطريقة. راح أضيف حشوة، وهنا راح أبدي أطوي الأطراف، أحاول أثبت إيدي وألفها بهاي الطريقة. انتبهوا لي شلون تطلع. آخر شيء تقدرون تضيفون ملعقة من الطحين وياها ملعقة من المي، تبللون الطرف بيها، وهنا استخدمت فقط المي. أبلل طرف أصبعي بالمي وأخليها بحيث تلتصق عندي. إذا أكو وصفة طبقتوها وعدكم أي سؤال أو استفسار، تقدرون تذكروا لي بالتعليقات، وإن شاء الله أرد عليكم بأسرع وقت. طبعا تقدرون هنا تضيفون غير حشوات، إذا تحبون حشوة الجبن والكرافس، أو ممكن تخلطون أكثر من نوع من الجبن وياها الكرافس، أيضا ينطي طعام جدا لذيذ. ممكن حتى حشوة جبنة موزريلا حتى تصير عندكم بشكل مطاطية. أكمل لفها بهاي الطريقة، أو ممكن حشوة بطاطا مسلوقة تكون مكعبات ناعمة وياها الكرفس والجبنة الموزريلا ومع الملح والبهارات، تنطي طعم أيضا جدا لذيذ للنباتيين واللي ما يحبون اللحوم. راح أكمل بقية الكمية بهاي الطريقة. أحاول أثبت الأطراف وألفها، أشوفوا لي شلون تطلع، وأبلل الطرف فقط بمي، استخدمت مي فقط حتى تلتصق عندي، وصارت بهذا الشكل. راح أكمل كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. أحاول أضبط الأطراف حتى لا تنفل عندي، ولما أقليها ما تمتص هواية زيت. وشوفوا لي هالكمية ما شاء الله، راح استخدم كمية من عندها للعشاء، والباقي راح اخليه بالفريز. ممكن باي وقت اكون ما عندي وقت او ما عندي وقت هواية حتى اسوي عشاء، اطلعها واقليها بكل سهولة. تفريزات بورق باللحم، وصفة جدا سهلة وسريعة، واكيد طعمها جدا لذيذ. والحشوات اكيد حسب الحشوات اللي انتو تحبوها واللي تختاروها. وهنا راح اقلي مجموعة من عندها، طبعا ما تاخذ وقت طويل، لازم يعني بسرعة تقلبوها، ما تظنون انه تتركوها لان بسرعة يتغير لونها، واذا تركتوها فراح تتحول الى اسود. شوفوها ما شاء الله بسرعة تاخذ لون.
وممكن نقدمها ويا فينجر وصلصات، وصار وجبة عشاء جاهزة وسريعة، وأكيد طعمها جدا لذيذ وحسب الحشوات اللي أنت تحبوها. إذا حبيتوا هذا الفيديو خلونا لايك وشاركونا الفيديو ويا أهلكم وصديقاتكم حتى نوصل لأكبر عدد من المتابعين ويستفادون من الأفكار والوصفات السهلة والسريعة واللي تخليكم ما تفكرون ولا تحيرون بشنو راح تسوون وجبات للغداء والعشاء. إذا عندكم أي سؤال تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات أو وصفة حابين نجربها ذكروا لي إياها وإن شاء الله نطبقها بأسرع وقت. وهنا صار العشاء جاهز، طبعا هاي الوجبة لشخص واحد، والكمية اللي باقية راح أخليها بالفريز بحافظة أو ممكن أغلفها بكيس نايلون أو ممكن أستفيد من عندها بغير وقت وبغير أيام. بورق باللحم وصفة جدا سهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة. أتمنى حبيتوا هذا الفيديو، وأهلا وسهلا بكم بقناتي. شوفوا هاللون وهالمنظر ما شاء الله، وسهمكم العافية. وصفات ضحى العراق.